استاذ جاسم انصو، اول شيء شو رايك بالجيم؟ حلو اليوم، كان شفنا باسكت حلو. هلا من ناحيتنا نحن كثير يعني مبسوطين للاداء اللي عملوه، خاصه اللبنانيه اللي عندنا. فريق حكمي، فريق كثير كثير كبير، وكنا محشرينهم. يعني بتنبسط انه عم ببلش تركب تركيبتنا، وما فيك يعني، هذا فريق جامد، الحكمي فريق جامد. صباح خوري وقع مع هوبس او بعد؟ بعد ما وقع. رح يوقع او لا؟ عم نشوف يعني. نحن بهمنا اذا اجى صباح لعنا يجي يكون ايجابي، يعني يكون ايجابي للفريق ولحاله. ما بدنا حق يعني، ما بدنا الا ما نعطيه حقه. صباح اسم كثير كبير، وصباح اكيد بيج بلس، وبنفس الوقت عندنا التزامات نحن مع لاعبينا اللبنانيه. اليوم عم بيعطوا باسكتبول حلو، عم بيقاتلوا، في روح ايطاليه. هدفنا انه تضل هالروح. يعني مرات لما تزيد شغله عن بتنزع الطبخه. بدنا اياه صباح يفوت بكيميائيه كثير عاليه، هذا هدفنا. كان في اجتماع مع بريزيدان نديم حكيم وجميع الانديه كرمال بالنسبه للجمهور ورفع سعر البطاقات اذا النادي حب. شو رايك بهالموضوع بشكل عام؟ نحن من الناس اللي دعمنا اليوم الاتحاد والانديه وكل الناس. اخر شيء هذا برودكت، هذا برودكت لازم كلنا نشتغل انه نساعد الانديه لحتى تفوت مداخيل وتقوى وتقدر لحتى تقدر تستمر. الموجودين يوم كل رؤساء الانديه الموجودين عن جد حريصين على الباسكت بشكل اساسي، وعلى انه يجيبوا موارد ودعم لانديتهم. فكلنا لازم نتساعد انه نلاقي لهم مخارج قانونيه وتدعم هالانديه، هذا شغله لازم الكل يفكر فيها. بالنسبه لموضوع ثلاث اجانب، بعدك مع هذا القرار؟ رح طالب فيه ترجع بالصيف؟ انه نحن حكينا برؤيه كامله، مش قصه ثلاث اجانب، وبنرجع بنكررها، وبتمنى على الاعلام دائما يفهم شو رؤيتنا منها. رؤيتنا هي بتدعم بشكل اساسي، يعني في مغالطه، بتدعم بشكل اساسي اللاعب اللبناني. بدنا عدد انديه اكبر، بدنا نخفف الميزانيه وبنفس الوقت نحافظ على لبنانيتنا، بدنا ندعم المنتخب الوطني تبعنا. بدنا نحدد استراتيجيه معينه بتنفع الكل اللي بيستفيد منها. اكيد نحن معها استراتيجيه بشكل موضوعي ومنطقي بيدعم كره السله بشكل اساسي. استاذ جاسم، طب وشو وضع اكاديميه هوبس وفريق اليسار بشكل عام؟ اليسار صار اسمه هوبس بالدرجه الثانيه، كمان كوتش باتريك على راسه، عم يتحضر بشكل جيد، حيكون شكله مقبول. مثل ما بتعرف نحن بالدرجه الاولى بنات، درجه اولى شباب، وهلا عندنا فريق بالدرجه الثانيه شباب. كل هالارضيه هاي كرمال اكاديميتنا اللي انت هلا عم تقول عنها، كرمال انه اليوم علي مزهر يلعب ويبين، كرمال ابو جوده، كرمال عمر، كل هالشباب بالدرجه الاولى. وبالدرجه الثانيه عندنا كمان علي منصور، عندنا اليد داني، عندنا كل نشأنا صغير بدنا ياخذ خبره. نتمنى على الاتحاد يرجع يلتفت للفئات العمريه، ما في فئات عمريه، لازم هالشباب اللي صاروا بوتنشال بلايرز يلعبوا بارضيه جامده وكومبيتيشن عاليه لحتى نطلع يعني نوعيه من اللاعبين بتخدم بشكل اساسي النادي والمنتخب الوطني. في نواه شباب منتخب وطني بده يلعبوا ببلاتفورم جيده. بحيي الاتحاد على فكره انه دمج والمنتخب الشباب والناشئين بالدرجه الثانيه، هذه خطوه عملناها انا لما كنت على اداره منتخب لبنان، واسفرت على منتخب شباب يطلع بطولة العالم، وهذا الشيء الصح ولازم يستمر ولازم يكون اساس ولازم نشتغل عليه. اكاديميتنا هي اساسنا، هي رؤيتنا، هي كل اللي عم نعمله هذا كرمال اكاديميتنا. اوكي، ماسي كثير استاذ جاسم. اهلا فيك.